سلاح غالي، اي دي 11 80 4 6 3. دي اللعبة بتاعت اسمها ابوكس لايف. ده المين مينيو عادي، لو دخلت على اوبشن توتوريال ده بيديك توتوريال بسيط جدا يعني، هدوس باك عادي وابدا بقى الجيم. الجيم زي ما حضرتك شايف، هو انا العنكبوت ده بتحرك في كل اورينتيشنز عادي. النمل دوت بيجري ورايا، تمام. النمل دوت لما بيلمس العنكبوت بيقلل الهيلث بتاعه بمقدار واحد، والنمل برضو بيموت من طلقة واحدة بس يعني. طيب في سكور فوق كده كاونتر بيعد انا موتت كام نملة. لما الكاونتر ده بيكون 10 او مالتيبل في 10 بيظهر باج زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي اللي هي ديت. الباج ديت ميزتها ان هي بتموت من 3 مرات بدل مرة واحدة بس، ولما بتلمس العنكبوت بتقلل الهيلث بمقدار 2 بدل 1 بس، وكل مرة بموتها بيظهر مكانها هيلث باور اب زي ما حضرتك شفت كده. بالنسبة للباور ابس اللي عندي، فهو لو انا جيت عملت كده دلوقتي في 2 باور اب دلوقتي، انا كده ميت يعني، فانا هعيد الجيم تاني معلش. لو انا دلوقتي الهيلث بتاعتي قلت عن مقدار معين هيظهر لي باور اب اللي هو اسمه الهيلث باور اب ده، وفي باور اب تاني اللي هو الكيميكال ده شغلته ان هو بيموت نملة من الموجودين زي ما حضرتك شفت كده، والهيلث باور اب ده طبعا بيعلي الهيلث بمقدار معين يعني. بس ف دي الحتة بتاعت الجيم يعني. اما الحتة الايديوكيشنال بتاعت اللعبة، فزي ما حضرتك شايف في انستراكشن موجودة تحت، بتبقى موجودة على طول كده، مش نفس الانستراكشن بس قصدي يعني بيبقى في دايما انستراكشن تحت كده وبتتغير كل مرة باخد الكوماند الصح. هو اللي بيحصل ايه تاني معلش، هو في انستراكشن تحت، تمام. الانستراكشن كل انستراكشن بينزل قدامها سيت اوف كوماندز موجودة في الشاشة، تمام. السيت اوف كوماندز دي بيبقى فيها واحد بس اللي صح، لما باخد اي واحد من الغلط الهيلث بتاعتي بتقل شوية، بتقل بمقدار 5 زي دلوقتي كده مثلا، هتلاقي حركة ان الهيلث قلت بمقدار 5 والانستراكشن لسه موجودة لان انا ما خدتش الصح بتاعها. اما في حالة ان انا باخد الصح فالهيلث بتزيد بمقدار 10 والانستراكشن بتتغير وبينزل مكانها انستراكشن جديد بسيت اوف كوماندز جديدة زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي كده. ثانية بس، كده مثلا اهو الانستراكشن اتغيرت ونزل مكانها كوماندز جديدة بس، وهكذا يعني. وانا اصلا حاطط مجموعة من الانستراكشنز ومجموعة من الكوماندز يعني، والكوماندز كمان عددهم بيزيد مع الوقت عشان يصعب الليفل، عشان يصعب اللعب يعني. مثلا دلوقتي انا هاخد الكوماند الصح، تمام. بقى الكوركت انسرز عندي في كاونتر اسمه كوركت انسرز برضو بيعد عدد الاجابات اللي انا جبتها صح. هاخد كوركت انسر تاني بقى عندي 2 كوركت انسر، وهكذا. وزي ما حضرتك شايف الانستراكشنز تحت بتتغير كل مره بس كده.